بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بموضوع حذف المفعول به، ونحاول أن ننهي بعض المقاطع. طبعا كما ذكرت لكم مرارا تكرارا أن هذا الكتاب كتاب ضخم وله شروح طويلة جدا، وفيه مباحث طويلة في البلاغة وفي المنطق وفي النحو، بحيث أن دراسته بشكل مفصل تحتاج يعني وقتا طويلا، ولكن نحن نقف عند المفاصل الرئيسية في علم البلاغة. متى يحذف المفعول به؟ يحذف، قال، للدواعي التالية. نمرة واحد، البيان بعد الإبهام. البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة، فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهداكم، المفعول به محذوف، التقدير لو شاء هدايتكم لهداكم، وهذا هو الشائع في اللغة العربية، لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. حذف المفعول به لماذا؟ قال في فعل المشيئة، لأنه إذا لم يكن تعلقه بمفعول غريب، لأنه لو شاء هدايتكم لهداكم، ما في داعي يذكر هدايتكم لأنه موجود كلمة لهداكم، والعربي يفهم لغته بلمح البصر وبالإشارات الخفية من دون الحاجة إلى تفصيل وتطويل. وهذا بخلاف قول الخريمي في رثاء أبي الهيثم، ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، ولو شئت أن أبكي دما، لا، هي حالة خاصة. يعني إذا قلنا يحذف فلكل حالة استثناء. مرات لو شئت شراء هذا البيت لاشتريته، ممكن، لكن الأصل لو شئت لاشتريت هذا البيت. فالقرآن الكريم جاء على ما هو الفصيح وما هو الغالب في استعمال اللغة العربية، ولا يوجد قاعدة مطلقة في اللغة العربية، كل القواعد قامت على الأكثر كما فعل البصريون، ولكل قاعدة استثناء. فلما كان أن يشاء الإنسان أن يبكي دما بدعا عجيبا، يعني أمر غريب، صرح الشاعر بذلك المفعول. إذن هو يقول لأن الدم لا يبكى فذكره. إذن سبب ذكر مفعول المشيئة أن الدم إيش؟ لا يبكى. وأما قول الجوهري أحد الشعراء غير صاحب الصحاح، ولم يبقي مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، هل يبكى التفكر؟ وهل التفكر مما يبكى؟ قال فليس منه. يعني هنا يريد أيضا يعلل أن فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، يعلل مجيء المفعول به بعد فعل مشيئة. فلو شئت أن أبكي، هذه جملة مؤولة بمصدر، يعني فلو شئت البكاء، فلو شئت البكاء. طيب كيف ذكر المفعول به مع أنه يحذف؟ هنا نشوف عنده تأويل، يقول فليس منه، لأنه لم يرد أن يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، ولكنه أراد أن يقول أفنان النحول، أفنان النحول، فلم يبق مني، وفي غير خواطر، وفي غير خواطر تجول، حتى لو شئت البكاء وعصرت عيني ليسيل منها دمع لما أجده، ويخرج بدل الدمع التفكر. فالمراد في البكاء الأول، البكاء الحقيقي، وفي الثاني غير الحقيقي. فالثاني على هذا على أساس من هذا لا يصلح أن يكون تفسيرا للأول،
يعني يريد أن يقول البكاء الثاني هو غير البكاء الأول، ولذلك احتاج أن يذكر هنا، يعني أن يميز بينهما، أن يميز إيش بينهما، فيذكر البكاء الأول بجملة والبكاء الثاني. كل هذا من باب التفسير والتعليل لسبب مجيء المفعول به، ولكن على كل الأحوال الأصل في المشيئة أنه يحذف المفعول به. أيضا يحذف المفعول به بغرض آخر، دفع توهم إرادة غير المراد، مثل وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم. إذ لو قال حززنا اللحمة، هي أصل التعبير، حززنا اللحمة إلى العظم، ولكن لو قال حززنا اللحمة وسكت لا جاز أن يتوهم السمع أن حززنا اللحم ولم يصل إلى العظم، ولم يصل إلى ماذا؟ إلى العظم، ولذلك قال حززنا إلى العظم. فإذن إذ لو قال حززنا اللحم لا جاز أن يتوهم السامع، أي قبل ذكر ما بعده يعني إلى العظم، أن الحز لم ينتهي إلى العظم، لم ينتهي إلى العظم، ولذلك حذف المفعول به وأبقى مكانه إلى العظم ليعلم أن الحز بلغ منه أعظم مبلغ. إرادة ذكر المفعول ثانية، إرادة ذكر المفعول ثانية، مثل على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح اللفظ، مثل قد طلبنا فلم نجد لك في السؤل، في السؤدد والمجد والمكارم مثله، أي قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك مثله، فلم نجد لك مثله. فلما أراد أن يذكر، يعني يريد يقول قد طلبنا لك مثلا فلم نجد لك مثلا، فبدل ما يكرر مثلا مرتين كررها في المرة الثانية وحذفها في المرة الأولى، وحذفها في المرة الأولى. أيضا يطلب حذف المفعول به من قصد التعميم، مثل والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو جميع عباده، من قال يدعو المؤمنين والكافرين والمنافقين؟ قال يدعو من دون مفعول به، الدعوة عامة، الدعوة عامة، والحضور للمجتهد وهو المؤمن، المؤمن الذي يحضر هذه الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه. قد كان منك ما يؤلم، أي ما يؤلم كل أحد، أو ما يؤلمني إذا كان يؤلمني أنا. فإذن لما نأتي إلى قول قد كان منك ما يؤلم، إذا كان أردت التعميم ينبغي، إذا لم أرد التعميم أقول قد كان منك ما يؤلم، ما يؤلمني. وحتى لو حذفت الياء وقلت قد كان منك ما يؤلم، قد أريد ما يؤلم بالنسبة لي إذا كان شيء شخصي، أو ما يؤلم الناس جميعا إذا كان شيئا عاما. فإذا أردت التعميم ينبغي حذف المفعول به. مجرد الاختصار أيضا يراد المفعول به للاختصار، نحو أصغيت إليه، يعني أصغيت إليه أذني، أصغيت إليه أذني، ربي أرني أنظر إليك، يعني أرني ذاتك أنظر إليك. فإذن الحذف لمجرد الاختصار. أيضا رعاية الفاصلة، نحو ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك، وما قلاك، هذا على رأي. هناك من العلماء من رفض هذا الرأي، ومنهم الشيخ محمد عبده، وكثير من العلماء السابقين يرفضون مثل هذا الرأي ويقولون وما قلى هنا ليس من أجل الفاصلة القرآنية، لأن الله عز وجل
قادر على كل شيء، قادر إيش على كل شيء، وأن يصوغ خطابه سبحانه وتعالى كما يريد. وإنما ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبعد، وما قلاك يعني ما أبعدك أو ما طردك. فإذا هنا الرأي عند أكثر العلماء أنه من أجل الفاصلة، أي وما قلاك الحذف، والآخرين يقولون أن الحذف هنا ليس من أجل الفاصلة. صحيح أن المفعول به محذوف وما قلاك، ولكن حذفه ليس من أجل الفاصلة، وإنما كأنه في نكتة أخرى، وما قلى وما أبغض، يعني البغض بعيد عنك وعن غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، البعد بعيد عنك وعن غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. استهجان ذكر المفعول، ما رأيت منه، كقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت منه ولا رأى مني، من أجود الأحاديث ومن الآداب، من الآداب التي غفل الناس عنها اليوم، ومن الكنايات الجميلة المستحسنة. ذكر المبرد أن من مواقع الكناية الجميلة المستحسنة استهجان اللفظ القبيح، وأيضا أن تأتي الكناية عن ذكر العورات وذكر ما إلى الأشياء يعني التي يستحي الإنسان من ذكرها. إذن كل شيء يستهجن ذكره يكون التعبير عنه بالكناية، يكون التعبير عنه بماذا؟ بالكناية. ما رأى مني وما رأيت منه ولا رأى مني، أي ما رأيت منه العورة. شوف الأداب المحمدية والآداب الإسلامية، ينبغي أبنائنا طلابنا نعلمهم لا يذكروا اليوم كل شيء، يقولون الجنس الجنس، عبارات صارت شائعة بين الناس. انظر أدب عائشة، ما رأى مني ولم أرى منه، وهناك ناس يدعون أنه صرحوا كل شيء وخلاص، كأن يعني إذا الإعلام انتشر لازم نهدم كل شيء، كل القيم كل الأفكار وكل المبادئ اللي كانت في العالم القديم صار ينظر إليها على أنها عبء على الإنسان، والإنسان الجديد عليه يكون حر فري وين ما راح يسوي ما يريد. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. نمرة ثامنا، نكتة أخرى، ويكون حذف المفعول لداع ما من دواع تقع قليلا، كالتمكن من إنكاره إن مست الحاجة إليه. يعني مثلا إذا واحد قال ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب مين؟ لم نذكر من ضرب، من أجل ومعروف أنه ضرب، أنه ضرب شخص معين، لكن لم نذكر حتى إذا أحد سألنا نستطيع نسحب كلامنا، فأيضا يحذف المفعول به. أو تعينه، مثل قال الله تعالى لينذر بأسا شديدا، لينذر الذين كفروا، أو الذين قالوا اتخذ الله ولدا أو غير ذلك. تقديم المفعول به، طبعا ما قلناه عن المفعول به ينطبق على ماذا؟ ينطبق على المفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول فيه، كل نفس الشيء، والجار والمجرور. لكن المؤلف يأتي بأمثلة، طبعا الشراح راحوا جابوا أمثلة لكل الحالات. يقدم المفعول به ونحو من الجار المجرور ظرف إلى آخره للأغراض التالية: رد الخطأ في التعيين، كقوله زيدا عرفت، لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد، وتقول لتأكيد كلامك لا غيره، أي زيدا عرفت لا غيره، ولا إلى آخره. يعني الخلاصة في النقطة هذه
زيدا عرفت. إذا حبيت أن أصرف نظر السامع أو المخاطب عن كل خطأ، عن كل احتمال، فأقدم المفعول به. أقدم إيش؟ المفعول به. تقول الزبدة أكلت، إذا كان أكلت توهم السامع مثلا أو المخاطب أنك أكلت شيئا آخر، فتحدد له هذا. أيضا التأكيد، نحو زيدا عرفته، زيدا عرفته، تقدير الكلام عرفت زيدا عرفته، هذا على رأي، وعلى رأي آخر ممكن نعرب مفعول به مقدم. عرفت زيدا عرفته، فأنت تؤكد في تقديم المفعول به. التخصيص، نفس الأمثلة، يعني التقديم والتخصيص والتأكيد وكلها معاني متشابهة. زيدا عرفته، فإن قدر المفسر قبل المنصوب كما مر، ونحو قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، في من اكتب هنا في ناقص الكلام، في من قرأ بالنصب في آية، الآية هذه فيها قراءة وأما ثمود فهديناهم، في الحالة هذه خصصوا، قدم المفعول به بغرض ماذا؟ بغرض التخصيص، هؤلاء القوم الأوباش الذين هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك قولك بزيد مررت، أيضا الجار والمجرور قدم بغرض ماذا؟ قدم بغرض التخصيص، فهو تخصيص تريد فيه أن تزيل عن سامعك الخطأ إذا كان يعتقد أنك مررت بشخص آخر غير زيد. طيب، والتخصيص لازم للتقديم غالبا، والتخصيص لازم للتقديم غالبا، ولهذا يقال في إياك نعبد، يعني كل ما أردت أن تخصص شيئا ينبغي أن تقدمه. ولذلك إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، ولا إلى الله تحشرون، لا إلى الله تحشرون أي تحشرون له وليس لغيره أو وليس لأحد معه سبحانه وتعالى. ويفيد المعنى في جميع ما ذكر وراء التخصيص شيئا آخر، وهو اهتمام بالمقدم، وهو اهتمام بالمقدم، يعني إياك اهتمام بالله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبودية دون غيره. وأيضا لا إلى الله، الله هو الذات العلية لكل البشر سيذهبون إليه سبحانه وتعالى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويفيد المعنى. طيب، هنا في سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويفيد المعنى في جميع ما ذكر وراء التخصيص شيء آخر وهو الاهتمام بالمقدم، ولهذا يقدر الفعل في بسم الله الرحمن الرحيم مؤخرا، أي بسم الله أبدأ. يبقى بسم الله تخصيص، بسم الله إيش؟ تخصيص، خصصت اسم الله لأني قدمت الجملة بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها فعل، ولكن ما في جملة عندنا في العربية إذا ما فيها فعل لازم أقدر لها إيش؟ فعل. فبسم الله جار ومجرور بدي أعلقه بشيء، فلازم أختار فعل. بسم الله أبدأ، بسم الله أبدأ، وأسلوب بسم الله معناتها مقدمة، معناها تفيد التخصيص، بسم الله وحده لا بأحد معه. فما يصير واحد يقول والله يعني باسم زيد وعمر أبدأ، أو باسم زوجتي أبدأ، ما يصير. واللي يقول بحلف برأس أمي وأحلف، هذا كله في لا شرعا ولا في لغة العرب، يعني كل هذه أساليب
أساليب خارجية يعني عن الدين والذوق واللغة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وأورد قال اقرأ باسم ربك، فقدم الفعل على باسمي. قال ليش باسمي رب؟ اقرأ باسم ربك، وهنا من أول نقدم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لك لا، هناك لازم أقول بسم الله أبدأ، ما أقول أقرأ أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقدر الفعل في الأول. لماذا لا أقدر الفعل في الأول؟ أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما أقول أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قدرت كذا تصير مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا لا يجوز. في بسم الله يجوز هنا، لماذا؟ قال لأنه بسم الله المقصود تخصيص اسم الله عز وجل لما فيه من البركة، لما فيه. أما هنا ليس المقصود بحد ذاته اسم الله، بقدر أن المخصوص الأولي دائما فيه أولي وفيه بعده. المخصوص الأولي القراءة، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، أول ما يقول الملك ماذا يقول له؟ بسم الله اقرأ؟ لا، هو يقول بسم الله، الرسول كان يقوله قبل الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن كان تركيز الوحي على ماذا؟ على القراءة، اقرأ باسم ربك. فإذا هذه حالة أخرى. هذا ويجري تقديم بعض المفعولات الفعل على بعضها لأغراض، يجري تقديم المفعولات لأغراض، منها كون هذا التقديم هو الأصل، مثل ضرب زيد عمرا، فالأصل أن يكون الفاعل وثم المفعول به، ويأتي المفعول الأول ثم المفعول الثاني، هذا هو الأصل. باء، كون ذكر المعمول المقدم أهم من ذكر غيره، مثل قتل الخارجية فلان، خارجية بالفتح، من قتله؟ فلان. فإذا أنا مهتم هنا بأصل التركيب، قتل فلان الخارجي، ولكنني قدمت المفعول به لأنه أهم الآن. نحن أهم لما نقول قتل الخارجية فلان، نحن نهتم بالخارجي أكثر من القاتل، أكثر من ماذا؟ القاتل، لأنه الحديث منصب على ماذا؟ على الخارجي، كما تقول في أي حدث. أي نعم، إنما يخشى الله، طبعا خشية الله هي المطلوبة، جزاك الله خير. إنما يخشى الله طبعا هتيجي معنا في القصر، لأني إنما أسلوب، إنما أيضا أسلوب قصر كمان فيه، لأن دائما أي جملة عربية تجد فيها قصر وفيها حذف وفيها مرات إطناب وفيها وفيها تشبيه وفيها، يعني مش فيها وجه بلاغي واحد، فيها عدد من الوجوه البلاغية. إنما يخشى الله، هنا الكلام عن خشية الله التي هي أمر مهم جدا، والتي قال مثل ما قال قليل من عبادي الشكور، وقليل من الذين يخشون ربهم بالغيب، أيضا نفس الشيء، لأن الشكورين هم الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما يخشى الله، فهنا انصب الحديث على خشية الله عز وجل، وأنها عمل عظيم يقوم به من العلماء. طيب، جيم، كون التأخير يحدث إخلالا ببيان المعنى، مثل قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون اكتموا إيمانه، انظر لو قال وقال، فإنه لو أخر من آل فرعون لقال، يعني لو قال وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لكان معناته يخاف من، ممكن يكون ليس من آل فرعون ولكن يخاف إيش؟ من آل فرعون، يكون من بني إسرائيل مثلا. ولكن الآية هنا
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. إذن اقتضى الأمر، لأن الرجل من حاشية فرعون الضال المضل، ولكنك لا تعدم في الصحراء الفرعونية أن تجد وردة، مثل ما يقول وردة في صحراء أو وردة في الشتاء. هذا الرجل كان وردة في قوم سوء. فإذا هو كلمة رجل هنا أيضا للتعظيم، رجل تفيد التنكير هنا يفيد أنه واحد، ويفيد التعظيم، رجل كامل الرجولية. وأين الرجال؟ قلة في كل زمان ومكان. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره يقول الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، بعصره بالمية كام؟ واحد. الراحلة اللي تصلح للسفر وتصلح لأنك تتخذها يعني مركب وتمشي فيها وتتفسح فيها وتحن عليك وتحن عليها بين المية واحد. فكيف لو جاء لعصرنا هتطلع النسبة كام؟ الله أعلم. إذن الناس، ولذلك كلمة رجل. الآن بعض الناس يعني بتمسخروا على كلمة الرجل، سي سيد، بقول لك شو سي سيد؟ رجل. وقال رجل، الرجولية في الرجل مطلوبة، والأنوثة في المرأة مطلوبة، ولعن الله من تشبه منهما بالآخر. هيك الرسول لعنهم. شو امرأة يقول لك امرأة لازم تمشي كذا ما شاء الله كأنها أبو عنتر؟ لا يجوز هذا. المرأة عظمتها ليس في التشبه، عظمتها في أنوثتها، والرجل عظمته في رجولته. ولكن يا للمفاهيم التي تغيرت في زمان منقلب بلياليه وأهاليه. قول الله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال أيضا هنا للفواصل، يعني كان ينبغي أن يقول فأوجس في نفسه موسى خيفة، لا مش رعاية فواصل. فرعون يخوف، فرعون إيش يخوف؟ فأوجس في نفسه خيفة. أي واحد الله يقول له فرعون حترقص رجوله، أرجله سوف تهتز، ولا سيما في مشهد سحر وأفاعي وجايب له كل السحرة من كل حدب وصوب والجماهير تنظر. فهنا دب الخوف في موسى. فلا نقول إنها رعاية للفاصل، بل نقول إن هنا التقديم، لأن الخوف مهم، الخوف مرعب. حتى في الأنبياء في لحظات الشدة يدركهم شيء من هذا، لأنهم بشر. إلى من تكلوني. ننتقل إلى موضوع جديد يا رعاكم الله، اسمه القصر. اسمه إيش؟ القصر. القصر لغة الحبس، القصر لغة الحبس، قصر الشيء حبسه. حور مقصورات في الخيام، يا سلام على التعبير الجميل، مقصورات ما بتبص يمنى ويسرى، لا تنظر لغير زوجها ولا ترضى بغيره بدلا، ولا ترضى. حور، ولذلك في الحديث إن الغناء الحور العين إيش؟ نحن الراضيات فلا نسخط، والخالدات فلا نبيد، والناعمات فلا نبؤس. طوبى لمن كان لنا وكنا له. هؤلاء من كان خاطبا للحور العين فعليه أن يقوم في الليل قيام الصالحين. القصر الحبس اصطلاحا تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء بوسيلة بأسلوب. يعني بالاختصار ما هو القصر؟ القصر أنك تحبس معنى على الرجل، على صاحبه، أو تحبس
رجل أو امرأة على معنى. الخنساء مثلا هي الشاعرة، إذا قلنا هذا قصر. هذا الحبس على معنى، إما يكون حقيقي وإما يكون إيش؟ مجازي يعني، أو يسموه إضافي. قصر حقيقي يعني حقيقي، قال إذا الصفة لا تذهب، يعني الموصوف ما عنده غير هذه الصفة، ما عنده إيش إلا غير هذه الصفة، ما زيد إلا كاتب، يعني ما عنده صفات أخرى، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ولا ولا. قالوا هذه قسمة منطقية، يعني هم المناطق لما قسم العلم قالوا لازم قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة، وقصر حقيقي وقصر إضافي. القصر الإضافي يعني عرفي، يعني باعتبار شيء معين، والقصر الحقيقي إن الموصوف ما بيغادر الصفة أبدا، وهذا غير ممكن. لما نيجي نقول ما زيد لكاتب، يعني ما عنده أي صفة أخرى، ما بتنفس مثلا، ما بشرب، هذا إذن غير موجود في اللغة. أما قصر الصفة على الموصوف كثير، مثل ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، قصر حقيقي ما أحد موجود فيها إلا زيد. وقد يقصد بهذا القصر المبالغة، نحن في صفحة 100، وذلك إذا كان في الدار أشخاص آخرون غير زيد، غير زيد ونحن لا نعتد بغيره، كأن ندعي أن بقية الموجودين كأنهم خشب أو خيال ما لهم وجود ولا شأن لهم ولم يبلغوا من الكمال، ويسمى هذا قصر الدعائي. يعني تقول لا رجل ما في، يعني ما في الدار إلا زيد، أو ما في الشعراء إلا شوقي، كأنك لا تعتبر غيره من الشعراء شاعرا، هذا يسمى الدعائي. يسمى ماذا؟ الدعائي، وليس حقيقي. دليل فيه، في الآن شعراء وفي قبل شوقي ماذا؟ شعراء. إذن قصر الصفة على الموصوف الحقيقي كثير، أما قصر الموصوف على الصفة فلا يكاد يكون موجودا، لأن أي موصوف له أكثر من صفة، هذا الحقيقي. من قصر الصفة على الموصوف لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إله صفة، والله موصوف، فهذه الصفة لا تتعدى الله أبدا، لا تتعدى غيره في الحقيقة. طب قل لي واحد بيعبد وثن، إن شاء الله يعبد ما أراد، لكن عبادته باطلة. الإله الألوهية الحقيقية خاصة بمن؟ بالله عز وجل، الرحمن على العرش استوى. ولذلك كلمة لا إله إلا الله صارت أعظم كلمة في الإسلام. ومعنى الإله هنا، معنى الإله في اللغة المعبود، ولكن إذا وردت لحالة يعني في معنى لا إله إلا الله فيتفيد المعبود وتفيد معنى الرب، وكذلك معنى الرب لحالة يعني المربي بنعمه والسيد والمطاع والناصر والحليف، كلها المعاني. لكن ما معناها كلمة إله؟ لكن لما ربنا بيوردها في القرآن لحالها ما مش مع كلمة إله، فهي أيضا تعني إله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن حتى ننبه، لأن كثير من المفسرين أو الناس اللي بعلموا يقول لك معنى إله معبود. طيب نحن عندنا مرتبة الألوهية ومرتبة الربوبية، وكل واحدة تختلف عن الثانية. فرعون مكث في البداية كان يعبد الصنما عنده في البيت، ويذرك وآلهتك كما في سورة الأنعام. نعم، لا أعرف إيش هي الآية، ويذرك وآلهتك، يعني هو حاشيته
نعم. يفسد في الأرض أتذروا، كيف تتركوا؟ شوف التحريض من الحاشية السيئة، الحاشية الفرعونية السيئة. قل له كيف تاركوا حريتوا ويذرك سابك أنت والإله تبعك؟ كان عند فرعون صنم، صنم يعبده بالسر كما قال مفسرون. بعد مدة اترقى فرعون، قال لك ايش الصنم الوسخ اللي عندي هذا، خلي يعبدوني، ما علمت لكم من إله غيري. طيب عبدوا، بس ايش بقي؟ يطمح لمقام اكثر وهو مقام الربوبية، لان البقرة الهنود يعبدوها ولكن البقرة ما خلقت السماوات والأرض. فقال، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بعد 40 سنة من هذيك، سواء صح الرقم أو لم يصح، لكن بعد فترة فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هنا طفح المكيال وامتلأت الكأس، ولذلك كان الله لازم يأدبه بعدين، فأخذه الله نكال، خلص القرار الإلهي بأخذه. فإذا مقام الربوبية يعني بيخلق وبيحيي وبمشي الشمس بطلعها من المشرق وبديها من المغرب، هذا كله مقام ربوبية. في مقام أعظم المقامات هو الربوبية. أما مقام الألوهية فهو مقام العبادة، وهو مقام يجي بعد أقل قليلا، لأنه عبد غير الله، لكن عبد كإله ولكن لم يعبد كرب، لأن الرب ما سوت شيء، البقرة ولا غيره. لأن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. إذن الله سبحانه وتعالى المرتبة العليا قلنا الربوبية، ثم الألوهية أدنى قليلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما نقول لا إله إلا الله فقد تضمنت التوحيد الألوهية والربوبية، مش معنى وحدنا الألوهية ولسه على الربوبية واقفين فيها. وثم هذا الكلام كله من تقسيمات العلماء المتأخرين، السلف الصالح ولا الصحابة لا كان عندهم معاجم ولا كانوا يميزوا بين هالمصطلحات، وكانوا يعتقدون أن الله هو الرب والرب هو الله والله هو الإله والإله هو الله، من دون تفريق بين هذه الألفاظ. لذلك نقول بهذا المعنى تصير كلمة خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله تصير أعظم كلمة. أعظم إيش؟ كلمة. وإلا لو لم يكن كلمة إله تتضمن معنى رب لكان قلت، كان قال لا رب إلا الله. ولكن لا إله يعني لا رب، نفس المعنى تفيد هذا. ولذلك هي كلمة التوحيد المطلق، التوحيد إيش؟ المطلق، توحيد الله بألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، عندنا قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة، القصر الثاني اللي هو القصر غير الحقيقي. هذا القصر مثل وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، قد خلت يعني مضت من قبله الرسل، يعني شوف لأنه حلقة في مسلسل الرسالة صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل، انتبه أنه خلاله صفة الموت القاتل صلى الله عليه وسلم، انقلبتم. إذن محمد بشر، محمد إيش؟ بشر. وصفه بالرسالة هو قصر غير حقيقي، بمعنى أن له هذه الصفة ولكن له معها صفات أخرى، وأيضاً هذه الصفة تتعداه إلى غيره من الأنبياء، ليس مقصورة فقط عليه هو بالنسبة لقومه والناس اللي بعده، هو فقط الرسول. ولكن هي أيضاً كلمة رسول تجي على الأنبياء الذين قبله اللي هم موسى وعيسى وغيرهم، يشاركونه فيها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قصر الصفة على الموصوف مثل لا رجل إلا زيد، أيضا هذا من قصر الصفة على الموصوف.
لا شاعر إلا فلان، هذا قصر صفة على موصوف. هنا الرجل لا يراد بها الاسم وإنما يراد صفة الرجولة. صفة إيش؟ الرجولة. بعد كذا بعد ذلك ننتقل، طبعا في كلام كتير، هذا الكلام كله ملخص صفحة 103. وعلى هذا هم قسموا القصر، قصر صفة على موصوف وموصوف على صفة، حقيقي وإضافي. قصر اللي ليس حقيقي يسموه إضافي، وقالوا هناك قصر الدعائي اللي تكلمنا عليه في الأول. إضافي يعني قصر بالنسبة إلى شيء معين، ما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، أي هو صفة الرسالة، ما عنده كهانة ولا شعر ولا ولا ولا، وإن كان له صفات أخرى مثل أنه يأكل ويشرب ويموت ويجري عليه ما يجري على العباد، ما يجري على العباد. وعلى هذا فإن القصر، قسم العلماء القصر بالنسبة لحال المخاطب. يعني شوف اللغة العربية دائما المخاطب أمامي، أنا بدي أفكر فيه كيف أعطيه المعلومة الصحيحة، كيف حراعيله نفسه، كيف حزله الشك، أزيل الشك من نفسه، أخليه يفهم. انتبه، قال قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة في المقصور عليه صفة كان أو موصوفا، نحو ما زيد إلا عالم ولا عالم إلا زيد. إذا أنت اعتقدت زيد عالم ولاعب كرة قدم مثلا، فاعتقدت هذا وأنا أريد أخلي لك أنه هذا ما له علاقة بكرة القدم، أقول ما زيد إلا عالم، هذا النوع نسميه قصر إفراد. طيب، ولا عالم إلا زيد، إذا كان تقتصر تعتقد أنه في أكثر من عالم في المكان، فقلت لا عالم إلا زيد، فقد خصصت زيدا بالعلم، خصصت زيدا بالعلم، وقد قصرته، وقد قصرت صفة العلم عليه. إذن ما زيد إلا عالم ولا عالم إلا زيد. أيضا ممكن إذا اعتقدت أن هناك عالم ممكن يكون زيد أو عمر مثلا، واحد منهم هو العالم، فقلت لا عالم إلا زيد، هذا يسمى قصر تعيين، يسمى، لاحظ رقم 3، إذا اعتقد المخاطب واحدا غير معين وتردد في الحكم. مثلا اعتقد أن زيد وعمر هم العلماء أو واحد منهم، فنحن نجي نقول وتردد بينهم، فنحن نعين له واحدا منهم ونقول لا عالم إلا زيد مثلا، هذا يسمى قصر تعيين. أيضا مثل بالعلم يزدهر الوطن، وذلك إذا كان المخاطب مترددا في كون الوطن يزدهر بالعلم أو بغيره، فنقول بالعلم فقط، مثلا بالعلم وبالفن مثلا، فقلنا له بالعلم، وإن كان الفن أيضا من الفن الهادف، هو من الأشياء التي تسقل الإنسان وتهذبه، مش الفن الرخيص الوضيع السخيف هذا يدمر الإنسانية، إنما الفن المهذب النظيف هو شيء راقي يسقل الإنسان من داخله، فالفن في هذا أيضا نوع من العلم. قصر قلب إذا اعتقد المخاطب العكس، يعني عكس الحكم، مثلا نحو لازم العاقل للجاهل، وكذلك إذا كان يعتقد المخاطب الاكتفاء بملازمة الجاهل، بملازمة إيش؟ الجاهل. سافر إلى مكة لا إلى مثلا بلد أخرى مثلا من البلاد التعبانة في منها، فإذا قلت سافر إلى مكة
وليس إلى هذا، فهذا أيضا يسمى قصر قلب، يسمى قصر قلب. إذن عندي قصر إفراد، قصر قلب، قصر تعيين، كلهم حسب حال المخاطب أمامي. أنا أختار من هذا المخاطب ما يلائم حاله ونفسيته بأسلوب القصر. إذن موضوع لما واحد يريد يعمل كلمة ويخاطب بها البلغاء يحتاج أن يفكر طويلا، يحتاج رشح جبينه من العرق، يحتاج تأمل، هذه هي البلاغة. ولذلك الناس استعاضوا عنها يعني أو كادوا أن ينسوها هروبا مما وراءها من مشقة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل يعني مش ثقيل يعني ثقيل على النفس، لا، ثقيل يعني يحتاج مسؤولية، وقعه قوي، وقعه إيش؟ قوي، يحتاج مسؤولية وتحمل، يحتاج مسؤولية وتحمل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعد ذلك يا أخوان نذهب إلى موضوع التقديم، موضوع طرق القصر. عندي عدة طرق، حنتكلم عن أشهرها وأهمها، وهي من طرق القصر مثلا العطف، زيد شاعر لا كاتب. فإذا لما أقول زيد شاعر ما في قصر، لكن إذا حطيت لا وقلت لا كاتب فقد صار قصرت زيد على الشعر، قصرته على الشعر، فهذا يسمى قصر بالعطف. وأيضا زيد قائم لا قاعد، زيد شاعر لا عمرو، كل هذه الأساليب لما أتي بالمقصور والمقصور عليه بعده وآتي بلا، فعند ذلك هذا يسمى أسلوب قصر. إذا حذفت لا وما بعدها أكون خرجت من القصر. النفي والاستثناء مثل ما زيد إلا شاعر، ومثل ما قلنا ما شاعر إلا زيد لا إله إلا الله، هذا أسلوب قصر. إنما أيضا أسلوب من أساليب القصر، مثل إنما زيد كاتب، إنما زيد قائم. قالوا لأن إنما يعني متضمن معنى إن لتضمنها معنى ما وإلا، طبعا من أساليب القصر ما وإلا أيضا سيذكره بعد قليل أعتقد. لما تقول ما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، مذكور هذا المثال صفحة 108، ما محمد، هذا أسلوب قصر، وهذا أشهر أساليب القصر، أن تأتي بأداة نفي، أداة نفي لا، ثم تأتي بصفة أو موصوف، ثم أداة استثناء، ثم تأتي بعد ذلك بمستثناء، فهذا أشهر أساليب القصر. ما محمد إلا رسول ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا النفي والاستثناء، نعم ذكرها هنا رقم 2. رقم 3 بإنما أسلوب من أساليب القصر، وقلنا إنما لتضمن إنما معنى ما وإلا، يعني مثل الحالة الثانية. 4 التقديم، كقولك تميمي أنا، عربي أنا، أنا كفيت مهمتك، أي أنا لا غيري، أنا كفيت مهمتك، أي أنا لا غيري أو أنا وحدي. يعني يقدم
التقديم ما حقه التأخير هو أسلوب قصر تميمي أنا، يعني أصل التعبير أن تقول أنا تميمي فقد قصرت الآن الموصوف، قدمت الصفة وقصرتها على الموصوف، وفي قصر الصفة أنا كفيت مهمك، أي أنا لا غيري أو أنا وحدي. عندهم إذا كان ابتدأت بأنا وذكرتها فهو أسلوب من أساليب القصر، إذا ذكرت بعدها صفة مثل أنا الذائد الحامي، أعتقد مكتوب هذا البيت للفرزدق، حامي الثمار وإنما يزود عن أمثالهم، أنا الزائد الحامي الثمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي. فوجود أنا في طبعا طرق القصر، في منهم مصلها لعشرين، منهم لثلاثين، طرق كثيرة جدا، لكن الأشهر هي الأربعة. هي ماذا؟ الأربعة، والباقي كلها فيها كلام، فيها ماذا؟ كلام. أنا الذائد الحامي الذمار، هذا أيضا أسلوب من أساليب القصر. في عنا طبعا يتكلم عن تنزيل المعلوم، منزلة المجهول وهذا، والخروج عن مقتضى الظاهر، هذا كله الخروج عن مقتضى الظاهر، مثل فاستعمل له النفي والاستثناء، وما محمد إلا رسول، صفحة 108، مقصور على الرسالة لا يتعداها للتبري من الهلاك، فقد نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه، ويستعمل له النفي والاستثناء. كل هذا الكلام سبق أن قلنا في المسند إليه أن هنالك خروج عن مقتضى الظاهر، خروج عن مقتضى الظاهر، خروج عن مقتضى الظاهر يكون في المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل وفي وفي القصر وفي الإيجاز والإطناب، كل هذا يكون لنكت بلاغية طبعا تحتاج الوقوف عندها، يحتاج الوقوف عندها إلى مزيد من الوقت والتأمل. لذلك نرى أن نمر الآن مرورا سريعا على موضوع الإنشاء فيما بقي من وقت، حتى نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم ونستطيع أن ننهي بشكل سريع هذا الكتاب. الإنشاء صفحة 111 هو من الكلام ما لا يحتمل التصديق أو التكذيب، تكلمنا فيها، وهو نوعان طلبي وغير طلبي. الإنشاء الغير طلبي ما هو؟ ليس كذلك، وهذا الضرب لا يدخل في علم المعاني، ولكنه كثيرا ما يمر في الكلام عن طريق القسم والتعجب وصيغ المدح والذم. يعني الإنشاء الطلبي هو خمسة: أمر ونهي واستفهام تمني وندى. الغير الطلبي المدح والذم والعقود وصيغ القسم والتعجب، وهم خرجوا من علم المعاني وخرجوا من بلغة، وهذا خطأ. هذا من أحد الأشياء التي أخطأ فيها بعض علماء البلاغة، لأن الإنشاء الغير طلبي قالوا بعت واشتريت، ما فيها بلاغة، يعني بعتك كذا وتقول وافقت العقود كذا. طيب لما نجي للغة كلها، كل اللغة، لا نستطيع أن نفصل ونقول البيع والشراء أو القسم أو كذا ما ندخله في البلاغة، لأن كل هذا يدخل في البلاغة. ولو رجعنا واحتكمنا إلى أعظم كتاب في البلاغة العربية وهو القرآن الكريم نشوف هذه الصيغ كلها قد وردت. نعم العبد إنه أواب. الله تعالى لما يمدح داود عليه السلام نعم العبد، أجي أقول صيغ المدح، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، مدح والذم
هذه لن دخل في علم المعاني، معنى موجودة في أعظم كتاب. كيف نفسر مجيء هذا في القرآن؟ العقود، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هذا عقد بين موسى عليه السلام والرجل الصالح. فإذا صيغ العقود التي أخرجوها، لكن هي ما فيها كثير من التعلق، يعني الأحكام البلاغية هذا صحيح، لكن أن تخرج من البلاغة فهذا غير صحيح، لأن موجودة كثيرا في أساليب البلغاء والأدباء. التمني، ما هو تعريف التمني؟ قال هو طلب حصول شيء مرغوب بشرط المحبة. شيء مرغوب بشرط المحبة. طبعا العلماء بعدين قالوا الذي لا يرجى حصوله، إنما إذا شيء محبوب قلت يا ليتني مثلا أتعشى كذا، إلا أن ممكن أي واحد يعزمني أروح معاه أتعشى، هذا ليس من تمني. وإذا راحوا ميزوا بعدين قالوا ما يمكن وقوعه هذا نسميه ترجي، وما لا يمكن حصوله نسميه تمني، مثل ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني أمل إبليس في الجنة لا يمكن يعود. حسبنا الله ونعم الوكيل شيخنا. طيب ألا ليت الشباب، ليت هي أداة التمني الرئيسية، ولا يشترط إمكان المتمنى، لأن الطالب كثيرا ما يحب المحال فيكون طلبه مستحيلا أو بعيد الوقوع. إذن هو يقول الشيء اللي بدك تتمناه مو شرط يكون ممكن، ممكن يكون مستحيل، بل هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل، لأنه إذا كان ممكن يسمى ترجي. وقد يستعمل المتمني، وقد يستعمل المتمني هل في تمني، نحو قولي هل لي من شفيع. إذن إذن هل لي من شفيع، حيث يعلم أن لا شفيع، لذا يمتنع حمل الكلام على حقيقة الاستفهام. يعني هل لي من شفيع، هل هنا استفهام يطلب جواب نقول له نعم أو لا؟ لا، هذا تمني. لما واحد يجي يوم القيامة يقول هل لي من شفيع، يكون تمني. وقد يتمنى بلو، نحو لو تأتني فتحدثني، أيضا لو أحيانا تأتي كأداة من أدوات التمني. وقال السكاكي، ما يعني نختصر كلامه، نروح إلى أحرف التمني. إذن هي ليت وهل ولو ولعل. ليت مثل هل تقوم، هل أكرم، جايب أمثلة هو، هل إلى خروج، في آية في القرآن هل إلى خروج من سبيل، هذه من تمني. فأحرف التمني إذن هي هذه الأربعة، يأتي بأمثلة. ليت، ليت الحياة تصفو من الأكثار، مستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما، في الجنة إن شاء الله. ليت وهل ينفع، وقوله ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. هل، هل لنا، فهل لنا من شفعاء، إذن هي أداة تمني. هل إلى خروج من سبيل، انظر يتمنون مجرد أمنية أحلام، لأن الإنسان حتى هو في نار جهنم لازم النار تلسعه، لازم يكون عنده أماني، ولا يعني لا يقدر البشر ينفكوا عن الأماني أبدا حتى لو كان في النار. لعل، كما في قوله لعل، قول فرعون لعنه الله،
لعلي أبلغ الأسباب يرجع. وكقول الشاعر أسر بالقطاع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. كانوا يقولون هذا مستحيل. قرأت إعلان أنه $10,000 إن شاء الله تشتري طيارة صغيرة أو محرك الآن وجناحين صغار وبتطير لمن هويت وتروح وين ما تريد إن شاء الله. فإذا هذا كان تمني عند القدامى، ولكن الآن العلم سوى بعض الخرافات سواها حقيقة. الاستفهام، والله يا إخواننا خلص نوقف عند الاستفهام اليوم.